ومعانا اول اتصال معانا الاستاذ طارق من اسيوط. استاذ طارق اهلا. ايوه السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ. اهلا الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. بص حضرتك انت بقالك اسبوع غايب، يعني انا يعني اعاده 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 بحاول اتصل بالاستديو عشان اطمن عليك وعليهم وايه الاخبار. الحمد لله لعله خير. الحمد لله خير. فضل ربنا يسعدك ويكرمك بكل خير يا رب يا رب. ويا ريت انا لسه قايل لهم في الاستديو، يعني طولوا البرنامج شويه يا جماعه، يعني ما شاء الله يعني حاضر. استفادات جميله. انا متابع على طول. الله يعز حضرتك الزبون بتاعكم. الله يكرمك. ربنا يكرمك. مش هطول عليك. اتفضل يا استاذ. بص حضرتك النجاسه للغطا السياره، يعني مثلا انت بتيجي ايه بتركن العربيه. بص اقول لك حاجه يا استاذ طارق، باعتبار ان احنا اصحاب وحبايب كده بقى. حبيبي ربنا يكرمك. اقول لك حاجه، احنا كده محتاجين نتعامل مع الوسواس شويه. احنا عندنا وسواس صح كده؟ لا لا يا فندم اتفضل خالص. انا قصدي احنا عندنا شويه وسواس صح؟ لا خالص خالص. اصل هقول لحضرتك حاجه، اصل احنا بنتكلم على غطا العربيه صح؟ لا لحظه بس معلش. انا نزلت من بيتي مغطي السياره تمام. تمام زي الفل. في الكلاب طبعا طبيعه بالتبول عليها. انت شفتها؟ اه ما هبيبقى واضح يعني. لا لا لا, لا. انت شفت انت شفت كلاب وهي بتتبول؟ اه بالظبط. انا النهارده الصبح عند المكتب بتاعي ركنت العربيه وغطيتها، لسه بغطي الجزء الثاني قلت لك الكلب ايه تبول عليها. اه تمام. طيب وضعها في النجاسه. وضعها في النجاسه هتغسلها، هتغسل المكان ده، هتغسل المكان اللي جه عليه البول بس. طب ازاي؟ طيب يا دكتور هتخش مغسله ولا شويه ميه بخاخه؟ لا شويه ميه بفرقة. شويه ميه بخاخه بس كده بس كده. اه ما تدخلش مغسله ولا حاجه. انت مش بتقول فوق، لا انت بتقول الغطا بتاع العربيه. اه انا بتكلم على الغطا. والغطا بتاع العربيه في الغالب بيبقى مقاوم للميه. في الغالب. لا هو قماش. قماش يبقى خلاص هترش عليه الميه وخلاص. هو لما يجف خلاص هي تطهرت كده. طب انا في حاجه حضرتك يعني هو برضك زميل من الزملاء سالني عن النقطه دي، هل مثلا من تعرضه للشمس على طول والاتربه هل ما يكونش مطهر ليه؟ لا احنا 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 اختيارنا في الفقه مش ان كل جاف طاهر، لا احنا اختيارنا في ان لو احنا شفنا النجاسه، انا شفت النجاسه في الدايره الصغننه دي هروح حاطط الميه على الدايره الصغننه دي مش كل المكان. الناس اضطرت تعمل كده ليه؟ لان في اقوال بتشدد على الناس وبتخليهم في ضيق من حياتهم. ايه الاقوال دي؟ بتخليهم ان الجزء ده ماله؟ الجزء ده بتيجي عليه الميه؟ لا ما تكفيش، لازم تغسل كل شيء. لا فين المكان اللي تنجس؟ هو ده. ولذلك ايه؟ هنطهر المكان اللي نزلت عليه النجاسه بس. وبعد كده ايه اللي حاصل؟ لازم نغسله ولازم ننشره. لا هو لو جف خلاص من الشمس خلاص اصبح طاهر. بالعكس هو لما نزلت عليه الميه خلاص هي الميه طهرته وانتهت المساله. ولذلك حضره النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا لما نطهر قال هرقوا علي ذنوبا من الماء، فخلاص هنطهر هنكب عليه ميه وخلاص وانتهت القضيه. خلاص يا استاذ طارق.